رسالة. طبعا انا يا جدي قلت لك وعهدتكم بالكلام ده، انا ما هابيكم وما هاخد يدي في يد حميتي. لو ناس بيتنا كلهم خطوا يدهم في يد حميتي، انا ما هاخد في يدي في يد حميتي. ولو فكرت بس يدي ده فكرت نطقت من هنا وقدر يسلم على حميتي بقطع، ده موضوع مفروغ منه، يسقط الجنجويد ده. انا ما عندي فيه ولا مشاورة، وما بتفق مع اي زول كائن من كان. لو افضل براي وحدي ما اخذ يدي في يد الجنجويد. رسالة لولاية قرب دارفور الجنينة دار اندوكا. قبل كده رسلنا لكم رسائل كثيرة جدا، لكن في ناس عملوا بها وفي ناس ما عملوا بها. قلنا يا جماعة في تسليح من قبل الحكومة ومن قبل الجنجويد، بقول لكم يا أخي تعالوا نديكم أسلحة وخليكم مسجلة مقننة. يعني أنت عسكري ولا نفهم شنو يعني من الكلام؟ والكلام ده حصل، والوالي خميس كندن جاء. نحن ما بنقول يجيبوا والي فلان ولا يخطوا فلان ولا يرجعوا فلان، لا، الوالي الزول الكفو بيقعد في الولاية خد النظر انه من ياتو قبيلة. الولاية ما حكرا لقبيلة معينة ابدا، بل السلطنة والحاجات دي في خصوصيات في السلطنة، في الشرتاي، في العمد، في السلاط كده، لكن الولاية ما عندها خصوصية معينة. نحن طبعا هسي في حالة حرب، لكن الولاية ما عندها خصوصية معينة. اول حاجة خميس كندج ما عنده مؤهلات. مؤهلات شنو؟ ما عنده اي مؤهلات، ولا بقول كان يخط منصور ارباب، لا لا لا، انا ما بصدد الدفاع لاحد ولا بطبل لزول. وانتم لو ملاحظين الوالي الدوما لما كان والي، اسمعوا الكلام ده كويس يا جماعه، الوالي الدوما لما كان والي الجنجويد كسر فجات. الوالي ده عنصري، والوالي ده غبلي، والوالي ده بيدافع للمساليد، و و و و و سمعتوا ولا ما سمعتوا الكلام ده؟ حسي الجنجويد سكت. طيب الوالي ده برضه مسلاتي. الوالي بتاعت ولاية قرب دارفور واسمه خميس كندون ده مسلاتي. شايفين الجنجويد سقط؟ ليه؟ لأنه تم الصفقة بينه وبين حميتي. لأنه في ولاية قرب دارفور في دهب، ودايرين يعني يسيطر على الوضع بخميس كندون. أوي أنا ما عندي شغلة مع زول، أبا من أبا ورضا من رضا، وأنا بوريك وبفهمك وبغط لك علقة في حضانك وبقول لك السله وأحمي نفسي، أحمي نفسك، والخطر جاي أكبر من كده. داري نكت الذهب، أنا ما أعرف جبل عامر ده انتهى ولا داري يفتحوا جبل عامر في ولاية قرب دارفور جديد. أنت ما لاقي أي حاجة، أنت يا مواطن لا لاقي كهرباء لا موية. ذهبك ده في المستقبل تبني بيه، تبني بيه ويتعلموا بيه أجيال. داري نكتوا هسي. طبعا سكتوا، ما قبل كان الجنجويد قال الوالي الدومه الدومه الوالي قبلي واي اي اي مسلاتي و هسي الوالي ده مسلاتي. سكتوا ليش يا جنجويد؟ وانت عارف الجنجويد ما بيتحركوا الا بواسطه حميتي. حميتي يقول لهم اصرخوا بيصرخوا، اسكتوا بيسكتوا. ده الموضوع الخلاصه جد. سلاحك معك، سلاحك امانك، لا في زول يشاكي الخميس كندري، ولا عندك ما هو شغله، ولا تسبه، ولا سد بطينه ودب عجينه وكتر سلاحك بس. من الاخر لا تخلق صراع بتاع القبيله، يعني ما تخلوا ما تكونوا هبل، افهم فتح مخك. ما داري اشعل لكم حرب بين القبيله جوا، عشان القبيله يكون فيها تشظي، يكون فيها قتل بيناتهم. اوعكم عملوا حسابكم. وانا كلمتكم تتذكروا كان لما الناس قاعدين يقولوا الوالي عدوم، انا ما اشتغلت به كثير صح؟ لانه انا عارفه الوالي اللي بيجيبوه بعينه تعيين ده، وفي ظل الكيزان والجنجويد ودوله الجنجويد والرباطه، ده ما والي. الوالي بعدين لما يكون في دوله ودوله مؤسسه، بعد ذاك الوالي ده نحن نعتمد عليه، بعد ده ما بنسأله نقول له انت من وين، ولا من شرق، ولا من غرب، ولا من الشماليه، ولا من زفت الطين. ركزوا كويس وافهموا صح واشتغلوه والعبوه صح. الناس ترسل رسائل عبر الجروبات واقطع المحل الذي يدخلوا في حلقومك، لانه في اضانك بقى. اوعى الناس تغلق صراع، ولانه
يوم 30 في انتفاضة. الانتفاضة دي ربما يغير الموازين، انت ما تستعجل في الليل. زي قبل كم يوم قتل واحد، دايرين الناس يقوموا عشان يشعلوا الفتنة. تمام؟ فعملوا حسابكم جدا. وديروا بالكم وما في زول سلاحك معاك وعامل غبران. لا عندك بخميس كندن ولا فندن ولا فندق ولا جردل ولا جركان ولا طشر. ما عندك معاه شغالة. عامل نائم. لأنه المخطط أكبر من كده. المخطط بتاعت حميتي إنه لازم يجيب الزول البوافق رايو وهم الكيزان طبعا متفقين كده. بعد فيه ذهب. فيه ذهب بتاعت أجيال في ولاية غرب دارفور. أنت قال لك الفرنسيين ديل خشوا ساكت. زمان لما داري يخشوا بولاية غرب دارفور. عبس هناك في مليارات من الأطنان بتاع الذهب. دارين الكتوة. وأوعكم تسمحوا لأي زول. الجنجبيل طبعا قد يتمكنوا. ورسالة ثانية. عملوا حسابكم شديد. أنا لما أقول ولاية غرب دارفور كل القبائل الساكنة في ولاية غرب دارفور الكلام ده تشيله في حلقة في أضانك. في جميع القبائل الساكنين في ولاية غرب دارفور حتى الشماليين. الكلام ده تاخذه بمحمل الجد. الآن هسي ده ياخذ التلفون ده فيه جوا هنا بلاوي والله تمسك راسك. أكثر من 15 مكالمة صوتية يعني في مشاكل في تشات. لكن أنا طبعا ما هسرد هنا لأنه دي دولة ما دولتي أنا ما بتخصني بشيء ما بتكلم فيها أنا. لكن في مشكلة عملوا حسابكم التشات لو سخنت كلكم بيجوا نازحين. وأول نزوح بيجي بولاية غرب دارفور لأنه ولاية حدودية بيمشوا أدري من أدري أديكم من أديكم بخشوا الجنينة ما في أي تاني قرية في النص. فعملوا حسابكم شديد. عملوا حسابكم في تمكين في حتى الغرى الناس الفرد منها هم تقدر يمكن ناسه. لاحظتوا الكلام ده؟ جهز سلاحك بعدين ندقوا نشتته. تعرف ندقوا نشتته؟ اي بعدين ما حسي لما نتمكن تب ندقوا نشتته. الكلام ده نقوله في الجروبات ما هنا. بعدين رسالة تاعي رسالة طيب رسالة للقوات المسلحة. رسالة للقوات المسلحة ولأي عسكري شغال في القوات المسلحة وبالذات في دارفور وفي ولاية غرب دارفور. أنا داير أعمل جروب بتاع الجندي المجهول والجندي الصادق. خليني تسميه الجندي الصادق. تعالوا لي تعالوا لي في الخاص. أنا دول بشوم ريحته شيروا لنا يا جماعة جدوا لنا يا جماعة لأنه في شغل كثير. شيروا أوعكم. ما في زول يسعى لخميس كندو النهاية. لا عندك ما هو شغلة. اعتبر الولاية ما عندها والي. اعتبر الولاية ما عندها والي. لأنه الجنجويد سكتوا خرسوا. لأنه الوالي ده بيوافق أهواهم. الوالي ده ممكن يمحت لهم للقتل والتشريد الفترة المرحلة الجاية دي وبالذات في الخريف شغلة صعب جدا. الناس تعمل حسابها شديد. وندقيتك أمانك. كلاش جيم ثلاثة رشاط 40 دكتور يوف قرنوف بيتين. قدر ما تقدر. عندك بيتين بي واحد. عندك ركشتين بي واحد. عندك زيت اس بي واشتري عربية صغيرة وكل بقى ايش. سلاحك امانك روحك في البلد دي ما بتقدر تقعد بدون بندقية. نهائي. نقطة صفر جديد دي انتهينا منها. دي رسالة. بعد ذاك انا داير اعمل رقم واتساب. ما رقم واتساب القديم. رقم واتساب جديد. لانه القديم داك ما نافع. القديم داك فيه بلوكات كتير وما نافع. عموما انا بعمل رقم واتساب جديد. ف وممكن اخلي القديم وبعد ذاك الزول اللي بيجيني بنزله في الثاني في الخاص ذاك. انتهينا من اللعب ده نمشي قدام. طيب في لعب ثاني. طبعا يوم 30 الناس طالعين. والان المؤشرات بتقول انه حيسقطوا المدنيين. يعني حيجوا العساكر هم اصلا ما فاتوا قاعدين اللجنه الامنيه بتاع بجير. بيان هام من القوات المسلحه قواتكم الباسله ما اعرف واحد اثنين ثلاثه بتاع تتولى زمام الامور حين انه تشكيل حكومه جديده والكلام الفارغ عن احنا قاعدين نسمعه عاملين لنا طقه في اذاننا ده. حيحصل نفس السيناريو لان صلاح جوجه قاعد والكلام ده مش كررناه في اللايف. انا يديدي لو قال داير يسلم لحميدتي اقسم بالله بقطعه. انا حميدتي ده نهائي ما بتفق معه. الآن العساكر اتفقوا مع حميتي داري يتجنبوا يكون يتجنبوا الخسائر لأنه لو داري يواجهوا حميتي في خسائر. الآن داري يعملوا قوات مشتركة. لاحظوا هنا في المحل ده أنا طبعا عندي شغل كثير يا جماعة. الناس تشير يا جماعة عملوا لنا شير جدوا لنا في كل الجروبات. الواحد ما يفتح
قدومه يقعد يعاي لي ما داعي لي يا دول. انت اسمع الكلام وشير ولسه في شغل كتير انا ما جيت له ولسه انا يا دوب حسي 15 دقيقه بس يا دوب. انت شفت حاجه اصبر لي بس اصبر لي الليله ده في جلد الله انا كيفهم لك كيف اصبر لي بس. وين دول المقصات؟ اي دول اي كلمه شفتها سخنه اقطع فيها مقصه والي قط وجدوا يا دول. طيب طيب اوكي هنا تمام. خمس دقائق يا جماعه. ايوه يا حدي شفت الشراكه دي كشف لها هنا. دي امتحانات بتاع الشهاده السودانيه الشرطه والدعم ده الاستاذ طبعا الشرطه والدعم السريع والجيش يعني قوات مشتركه ما في حاجه اسمه دمج الدعم السريع ولا كده ولا ايه ولا بتاع شراكه. قال يا اخي الناس ده جايين هنا داري يفضلوا الاعتصام ولا في اعتصام هنا يا جماعه. دي امتحانات الشهاده السودانيه شرطه دعم سريع جيش عشان ما في زول يجي يغشك ويخمك ويقول لك في دمج. حميدتي رفض من زمن عمر البشير ما في اي دمج. ولكن الاقرب من كده ها والاعجب من كده في ناس اتكلموا في الجروبات ومن ابناء الشمال قالوا نحن ما دايرين الدمج بتاع الدعم السريع لانه ليه بيبوظ الجيش لانه بيجي بيرو تبون الرتب دي بيجي بيرو تبون. والله جت ولا نفر ولا نفرين ده كلام ده قالوه في الجروبات. والله انا التلفونات دي مليانه بلاوي والله لو عسي اسرب لكم مكالمات صوتيه هنا اي زول يمسك راسه. قالوا نحن ما قادرين ندمج الدعم السريع يتم تفكيك الدعم السريع. حلو انا معاك يا حبيبي يا روح امي انا معاك تقدر تفك الدعم السريع تسرحه صح؟ اي اها كيف؟ وريني انا ذاتي معاك في الليل وريني دير تسرحه كيف؟ انت داير تسرح في ناس من ابناء الشمال في الجروبات اتكلموا قالوا نحن ما دارين يدمجوا الدعم السريع في الجيش. وانا قلت الجيش اللجنه الامنيه بتاع البشير ما بمثلني. اللجنه الامنيه بتاع البشير شنو؟ ما بمثلني. والجيش ده جيش الكيزان ما جيش السودان. موقفي من الجيش ده ها واضح جدا. الضباط الكبار ديت انا موقفي واضح منهم جدا. ديل ما بمثلوني. كفايه سيناريوهات كفايه لغط كفايه عفن. قالهم انا معاكم يا ابناء الشمال انا معاكم مش الصفوه المستقلين الناس اللي ما قادرين ياكلوا انا معاكم لكن بشرط. الناس تعمل لنا شير يا جماعه شيركم ضيف. دايرين ندمج انت قلتوا ما يدمجوا الدعم السريع انا كذاب؟ خلي في واحد يكتب لي هنا والله انا والله انا قاعد شفت في حلقهم اي جروب اسمع الكلام ده كويس لانه في اي جروب في شريف ومكالمه صوتيه بتوصل لي بالتسريب من الجروبات ديك. والله انا كلمتك ومامي قلت لك لو اتكلمت سنه بس والله اسرب لك مكالمه صوتيه واحده افشل اي برنامج لكن انا متحفز لبعض الاشياء. والله جد الله ساتر شكلك موضوع قبل اليوم مو جلدت لي شوطاي صرخ اوي انا كعب اعمل حسابك يا زول. انا معاك في الفكره الكلام اللي قلته في الجروب وصلني هنا انا معاك. انتوا قادرين تدمجوا الدعم السريع قال ببوظ الجيش لانه جاي بيجوا بيخشوا بيرو تبون ده العاليه دايرين نعمل 400,000 جندي اربع اقاليم اي دول يجيب 100,000 ناس عبد العزيز جاهزين عندهم اكثر من 200,000 يدوني 100,000 ناس دارفور ولا على كيفهم رقمي عن انفهم قران في رقبتهم صمعا وطوعا وطاعه يجيبوا 100,000 وانتوا الشماليين تجيبوا 100,000 وشرق السودان يجيب 100,000 400,000 جندي نعصرهم كده في النص يبقوا مارجين بس دي كده قوميه والجيش ده نسويه قومي ونعيد صياغته وحيكلته من جديد لانه حل الجيش ما كويس. حل الجيش ده حصل في العراق وولد منه داعش طوالي ما بينفع ما دارين نحل الجيش ما قلنا دارين نحل الجيش بس اما يدمجوا انا الدمج انا معاك في الدمج برضه في التسريح اتفقت معاك انه نجيب قوة موازية بفوق لقواتهم ندرسهم لانه باخويا اخوك ما بيسرعوا. اما موضوع بتاع الدمج بتاع الدعم السريع داخل المؤسسة بتاع الجيش الحركات المسلحة ما رافضين الكلام ده وانا جاي لكم بالحركات المسلحة اصبروا لي بس تعالوا لي قريب ويا زول قال سلام سنه تعال لي قريب شير وتعال لي قريب والله انا اديك الليلة ابرة بتاعت انفلونزية الطيور تتكيف تعال لي قريب. الدمج بيكون في مراجعه بتاع الجنسيه
في الدمج ذاته. والدمج ده كويس نقدر نتخلص منهم بالدمج ده. انت رافض الدمج لشو؟ شفت الوسخ، شفت اللقط هنا في المحله دي كيف. والناس اللي قالوا الكلام ده انا بعتبرهم ديل كيزان، والله ديل ما من ابناء شمال الشرفاء، ديل كيزان. وانا موقفي واضح من المركز ومن البيتات الحاكمه، موقفي واضح جدا منهم. الدمج ده ممكن بالدمج ده مثلا شالوا 100 شخص في 1000، ال1000 وزعوا على 10 وحدات، اي وحده تدوا 100000، ال100000 بيكون في قائد هناك قاعد. ما هيكون القائد بتاع الدعم السريع مع ال100 نفر جاء هو يكون قائد بتاع الدفاع الجوي او المدفعيه او الصيانه او البحريه او الطيران او المشاه او كده. لا 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 لا، بيكون في قائد هناك جاء بيستلمهم. بعد ذاك يجرب منهم الرتب، يشيلها منهم، يقدر يراجع لهم الجنسيه، يسرهم، يدمجهم، يحيكلهم من جديد، بعد ظهر. اما تفكيك الملايش الا بقوه، في قوه موازيه حتى تقدر تفككها عديل. تفككها الا بالقوه. تدمجها ممكن بتوافق وهيمتي رافض، لانه هيمتي لو دمج قوته هو يكون تابع لوين؟ هو يكون مع منو؟ يكون تحت امره الجيش، وياتو جيش. يعني احنا دايرين القوات المسلحه الجديده بوزير دفاع جديد. ده في ما في في الحرب ضد الكل. حرب شفت كثرة الجيوش ده هيولد حرب ضد الكل، ما تفهم ده في التقاعد تدق شمال ولا شرق ولا غرب. موضوع واضح في الموضوع ده، ما دير أي نقاش هنا، أنا ما دير عمل لنا شير يا جماعة، شيروا يا جماعة، عمل لنا شير يا جماعة. ما دير أي نقاش، داير وينو؟ داير الدمج، داير التسريح، والتفكيك الملاش، داير قوة. وقوة موازية ما في زول بحارب ليك ثاني. اي دور يجيب جيشه، اي اقليم يجيب جيشه. ده نقطه انتهينا منها. نجي لعبد العزيز الهلو. في واحد بتاع طلايفات بيطلع قبل كده قام نبس لعبد العزيز الهلو، وانا الليله بجيحك، والله انا الليله بجيحك، والله الليله تتكيف ذاته. اصبر لي، والله انا او قلت لك تحبشني منه؟ انت قال لك تحبشني منه؟ تحبشني انا بخرشك. اوعك تحبشني. ها اتحداك والله. شوف في توافق كبير جدا شفته في اللايف ده، انا اللايف ده شيره فوق، دخانه فوق اللايف ده هنا شفته، والله انا انتصر يا انا اموت. اللايف ده هنا نقول كلمه الحق، لو على رقبتنا، على رقبتنا دي شفته، نقول كلمه الحق. مش زي لويفك ده لويف ساكت حقك ده، لكن برضه رسالتك وصلت دي هنا ده، وانا بنجمك فيها. تذكروا لما دكتور خليل جاء الخرطوم، تذكروا لما قرن قاعد يحارب في حق ولا في باطل؟ الجنوبيين لما حاربوا وفي ارضهم وارضهم، على حق ولا على باطل؟ حاربوا على حق. ذكر الناس يا قرن يا اماله يا اميل كمبال يا قرن بتاع و و و ومجاهدين واقتلوا البتاع والخونه و و و ذكروا؟ خمونا زي ده. قول واحد. اثنين لما الدكتور خليل جاء خش الخرطوم، ها؟ أميل أميل يا خليل، أميل أميل يا خليل، تذكروا؟ سيناريو فات. تذكروا لما عبد الواحد محمد نور فات إسرائيل، واو بتاع الكافر اليهودي، واو واو واو، فتح مكتب في إسرائيل، واو واو. هم هسه قاموا فاتوا طبروا لإسرائيل وعديل كده، زيت 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 زيت، وقعوا مع انبطحوا. قال له لي ما أعرف رئيس الوزراء بتاع إسرائيل دي اسمه منو أنا ما أعرف، أكتبوا لي انبطحوا وركب في ظهرهم فوق. شفت النفاق والدجل؟ عبد نفس السيناريو، قرن دكتور خليل عبد الواحد واكثره الاسلام والاسلام والكفار وياك. نفس السيناريو رجع لمنو؟ لعبد العزيز الهيلو. بقوا يجوطوا في اللايفات في بتاع عبد العزيز الهيلو. نفس السيناريو. شفت الوسخ؟ شفت العفن؟ بخمونا كيف؟ ما في خم ثاني. الليله في مني سكتوا وفي جبرين سكتوا. لما جو جبرين ومني، جبرين استلم وزير الماليه، شنو يعني وزير الماليه؟ بيوريني له الحرامي ذاته، بيجيبوا لجبرين ده في الوزاره، بقبله في الوزاره. يعني هما جبرين ده انه منجم بتاع ذهب. رغم يعني خلافي كبير مع الحركات المسلحه اللي فاتت، وقع انبطحت وخلتنا هناك قاعدين نموت في دارفور، لكن بس افنيت لكم الموضوع. تمام؟ لما جبرين استلم وزاره الماليه، تعال شوف ومني بقى حاكم اقليم دارفور، واق الحركات المسلحه وجاءت الخرطوم واستعمرت الخرطوم، واي 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 واي. شفت الدجل؟
نفس السيناريو الان 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 حسيناه يعني كده شغالين سيناريوهات زي ده بلفوا صورو بدوروا زي ده حسي فهمتي وهمتي جابوهم جابوا لمنو جابوا جا اول حاجه همتي جنة دومنو وليشنو والغرض من همتي شنو